وأكد المسؤولون والملاكات الهندسية القائمة على تنفيذ مشروع إعادة إعمار مستشفى تكريت التعليمي وصول نسب الإنجاز لأكثر من 95%، وأن العمل جار لتوفير أجهزة طبية متطورة منها للقسطرة. المبنى بنسبة إنجاز متقدمة جدا، وصلت إلى أعلى من 95%. الأعمال هي حاليا أكثرها أعمال مدنية. الأجهزة الطبية سوف يعني يكون القسم الأكبر على موازنة المحافظة، وقسم قليل راح يكون على منظمة اليو ان دي بي. يعني على ما نتوقع لا ممكن افتتاح المستشفى إلا من بعد تأثيثها بالأثاث الطبي والأثاث المكتبي، وكذلك تدريب الكوادر الفنية والإدارية لكون مستخدم يعني أجهزة جديدة. مستشفى كما رأيتم يعني رجعت وضعها السابق قبل 2014 إذا مو أحسن. راح يكون حسب الاجتماع اللي صار بين الكوادر الطبية بمعية السيد المحافظ، راح تصير قاعتين قسطرة وليس قاعة واحدة. المشروع في المراحل النهائية حيث نسبة الإنجاز هي 99%. النسبة المتبقية هي للاستلامات النهائية من قبل المنظمة، وإن شاء الله عن قريب خلال 20 يوم القادمة أو 25 يوم القادمة يتم استكمال النسبة المتبقية من المشروع. احنا في طور انهاء المستشفى، حاليا في طور تسليم اولي بعض البنايات والبنايه الرئيسيه لدائره صحه صلاح الدين، وباقي بس ان شاء الله شغلات بسيطه يعني وتكمل نهائيا المستشفى ونسلمها لصحه صلاح الدين. تبقى عاد الاجراءات مال تاثيث المواد والهاي المعدات الطبيه اللازمه. دائره الصحه والسيد المحافظ حاليا متبنين هذا الأمر، وبأسرع وقت إن شاء الله راح يكملون تأثيث المستشفى.